اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. اعزائي المشاهدين، هعمل معاكم النهارده مازلز بلح بحر. اوكي، هعمله بطريقه حلوه قوي وهنقدمه برضو بطريقه حلوه قوي وهتعجبكم، ونتكلم في المقادير والحدوته دي بعد الفاصل. ابقوا معنا. اهلا بكم بعد الفاصل. معايا المازلز او يعني بلح البحر. اوكي، بلح البحر لما تيجي تشتريه تتاكد من كذا حاجه. اولا لما يكون فريش، يعني يكون مقفول، يكون مش مفيش حاجه مكسره، يكون لونه فاتح. تمام، اتفقنا؟ طيب لو هو جايبه فروزن، مستورد فروزن، بيبقى كبير وحلو، حلو قوي. في نوعين، يا اما ان يكون مفتوح زي اللي انا عامله دلوقتي ده اللي هو شيل واحده، ويا اما ان يكون مقفول التو شيلز او يعني الصدفه مقفوله. اتنين، تتاكد برضو من نفس اللي تاكدنا منه. وبعدين هنيجي بقى نسوي ده، ما فيش مشكله. التاني بقى، اما تيجي تسوي التاني بعد ما يتشطف كده بشطمان مش عارف ايه وبتاع، وهنسويه بالطريقه اللي هنسويه بيها دي. طيب سويته وبعدين لقيت فيه واحده اثنين ثلاثه مش مفتوحين، ترميهم قبل ما يستوي، كله يكون مقفول. بعد ما يستوي كله يكون مفتوح، خلاص. اوكي، لان هو لو ما فتحش تبقى ميته. اوكي تمام. اما ده لانه بيتاخد من البحر مقفول وزي الفل وعشرة على عشرة، وبيخش في درجة تبريد صدمة تبريدية. اوكي، على طول بيبقى زي الفل. فهو بيبقى طبعا اوريدي مات من الصدمة، لكن ما ماتش براحته، ما توفهوش الله كده براحته. لما بيتوفى براحته ويقعد متوفي كتير عند الصياد، وبعدين عند الجملة، وبعدين عند القطاعي، وبعدين حضرتك بتروح تشتريه بعد كذا يوم، يكون تحلل وعمل بكتيريا مش لطيفة، ويعني ايه، ومش احلى حاجة لصحتك ولا لمذاقك، ويبوظ الدنيا. طيب خلاص، نبتدي بقى. معايا بلح بحر، معايا طماطم بنوزي، معايا بصل اخضر بنوزي، معايا مرق دجاج. اوكي، معايا سابستيتيوت، معايا خل تفاح وعصير عنب احمر، مش مضاف عليه سكر. اوكي، طبيعي يعني. طيب حد يقول لي طيب ما ينفعش عصير عنب ابيض؟ اقول له ينفع، بس بشرط ان يكون عصير العنب الابيض مش مسكر، وده مش هتلاقوه في السوق المحلي. اوكي، انا حاطط العصير والخل سابستيتوت او بديل للنبيت، عشان نبقى ايه، هنستعملش كحوليات. اوكي، فده البديل. فالاسماك بيتحط لها نبيت ابيض سك، يعني ايه؟ يعني مش مسكر. اوكي، اتكلمنا في دول. معايا شويه ليمون، عصير ليمون، معايا فصين توم ثلاثه اكشلي، ومعايا شويه مستيك، زيت زيتون، ملح وفلفل. طيب هعمل كده، احط شويه زيت زيتون الاول في طاسه او في ووك، ونسخنه سنونه. اوكي تمام، وبعدين احط معاه المشتقه. ليه؟ عشان تسيح. اوكي، وبعدين اجيب الثلاثه توم دول الحلوين دول واعملهم كده. ويعني ايه،
كورس لي كده، احطه الثوم، احط البصل الاخضر الجميل ده right. واحط الطماطم هايل، وبعدين الفهم مع بعض لفتين حلوين، املح وفلفل، ادي فلفلتك وادي التمليحه، تمام، ونقلب. جميل جمال ملوش مثال. يلا احط بقى ايه المازلز. بما اني هعمل كده اهو، يلا اسمع له كده صوت. ايوان ايوان انن. طيب احط له بقى على الكيلو، هحط اقل من كوباية مرق، اوكي، وهحط لايك نص كوباية او تلت كوباية من هذا العصير الجميل الحلو قوي البديل، وهحط ملعقة من خل التفاح، ملعقة كبيرة من خل ايه التفاح، جميل، اوكي، وشوية ليمون. يلا زي ما انت كده يا جميل نغطيه. قد ايه؟ من 5 لـ7 دقايق، مش اكتر من كده، تغلي كده الدنيا 5 7 دقايق. انا سامع صوت جميل اهو، اوكي يلا نعمل كده. تيجي نعمل كده حاجه هنا دي، هتعرفوا السبب دلوقتي وانا بشتغل، هتعرفوا السبب. اوكي احط زيت زيتون، كمان شوية، اوكي، واحط توم مفري، معلقتين صغيرين، اوكي اوكي يلا اوكي. نسيح الزبدة. اوكي. واحط شوية دقيق. مش كتير قوي يعني. ملعقة كده. جميل جمال. اوكي. وناخد ده مثلا. ونعمل كده. يهمني برضو ايه ان الدقيق يستوي سنتين كده حلوين. اوكي. وبعدين ابديله بقى شوية لبنات والباقي مية.
عشان ما تبقاش ايه تقيله قوي. املح سنونه، املح سنونه، اوكي. كويس. اجيب بقى ايه مثلا 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 بلاش دي، خلينا بدي. مفيش مانع ابدا انكم تدوقوه عشان تقدروا تحددوا السوى. حلو قوي كده، هايله وغليت، وصلت للقوام اللي احنا عايزينه. اركن اركن. يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل شغلنا، ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. بصوا بقى هنعمل كده وهنقفل بقى دي كده خلاص. ونفتح بقى كده، معلش عشان العين لسه ايه، لسه العين سخنه شويه. ناخد مثلا ايه بتوع 10 حبات مثلا ولا حاجه تقريبا كده. وابتدي افصصهم. هنا هحط شويه سكر، يعني ايه يعني معلقه. يعني معلقه اوكي. نيجي هنا بقى هناخد واحده واحده، وخلوا بالكم عشان بيبقى سخن. وفصصهم واحده واحده، يعني اخد اللحم بس. اوكي، انا عايز اللحم بس. اللحم اوكي. كفاية. وحط المازلز بخضراتها اللي نزلت معاها. وتعالوا نقلب. عايزكم تلاحظوا معايا بليز من الكاميرا كده تقل الصوص. تقل الصوص، الصوص ده تقيل قوي على الريسيبي دي. الصوص ده تقيل قوي. هقوم واخد شويه نونه كده من هنا. الله يا جماله، بحاله محتاله كده. الله. ونقل. ايوه لطيف. شوية بقدونس بقى والمكرونة. أبا وين المكرونة؟
انا بتكلم في ايه؟ في بورسيون، يعني بتكلم في ايه؟ في طبق واحد لفرد واحد. اوكي. مجرد بس انها ايه تبقى معاها كده تغلي. وبص عليها بقى، لو انا شايف زي ما انا شايف دلوقتي انها محتاجه شويه ليكويد كمان، هديها من هنا. الله، طبعا ده اللي مليان بهريز وشغل وحاجات كده يعني. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، وجبة محترمة. يبقى هعمل كده. Just a minute, just a minute. ونظبط دنيتنا. وبعد ما ظبط دنيتنا نحط شوية بارميزان. مش كتير قوي. اوكي. واخد اتنين بالعدد، نعملهم كده كده. اوكي. فيكي مشاكل؟ مفيكيش مشاكل. ونقدم ونقول بالهنا والشفا. واما الباقي ده هو يتقدم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بحواديته، ببابا غنوجه، بقصته، بحوادته، كل ده مع بعضه كده. هنا هو. ويقدم كده. اوكي؟ شوية بقدونس على الوش كده لطيفة. قبل ما احط البقدونس، احط له حتة زبدة تسيح معاه. كده على الوش. تسيح معاه وشبه دونس. وبعدين اوكي، اشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معنا.